لقيت حد جنبي بالطريقة اللي تناسبني. كل وقت اللعب هزر، كل وقت الجد سب، كله جاي عليا اللي فيا وليه كده، كله عشمه فيا قتله، كله بقى جاي حاسبني. اللي عشمان اني ارجع زي ما كنت خلاص، من النهارده هبقى صعب في التعامل ويا ناس. كانوا اقرب حد ليا، كانوا محترفين اذيه، خدت بالي اني ماليش حق فيهم من الاساس. عمري ما هدور عليهم تاني، مش هعمل باصلي، واللي مستنيني جنبه واللي بعينه كان باصص، ده اللي لازم يوم يدور على غيري يشيل معاه. قولوا اي كلام عليا، قولوا حتى ما كانش عايش. كنت ليه دايما بفضي جوا قلبي ليهم مكان، للي كان حابب يقضي وقت فاضي وفجأة بان اننا البعض مراحل في الحياة، بنبقى فترة واننا لو بينا عشرة فكله قشرة وله اوان. خلاص من النهارده هبقى صعب في التعامل ويا ناس. كانوا اقرب حد ليا، كانوا محترفين اذيه، خدت بالي اني ماليش حق فيهم من الاساس. عمري ما هدور عليهم تاني، مش هعمل واللي مستنيني جنبه واللي بعينه كان باصص لي، ده اللي لازم يوم يدور على غيري يشيل معاه. قولوا اي كلام عليا، قولوا حتى ما كانش عايش ليه.